بسم الله الرحمن الرحيم. ازرع كي تحصد. ذلك الفلاح الذي أفنى حياته بين البذور والأغصان والأثمار يرى أن عمله أروع مثال للعطاء، فمع كل ثمرة جديدة تنبت تحيا معها شقفة من روحي. فلذلك نرى المزارعين مرتبطين جدا بأراضيهم، لأنها علاقة عطاء نمت على مر السنين بينهم. هذا هو مربط الفرس، علاقة العطاء المتبادلة بين الإنسان وعمله، تدفع الإنسان لتقديم أفضل ما لديه ليرى أروع الثمار. وهنا علينا أن نفكر جليا، عندما لا نجد في أنفسنا هذا الشغف فقد نكون في طريق خطأ أو مجال غير محبب لنا. لا أحد لا يحب العطاء، ولكن علينا أن نبحث كثيرا كي نجد العمل الذي تتوق له أنفسنا. شكرا لكم.